في مقابلة حصرية مع تلفزيون الصين المركزي في العاصمة الكمبوديا فنوم بنا مؤخرا، قال رئيس حزب فونسمبيك الملكي الكمبودي نورودوم راناريتا إنه يدعم موقف الصين في قضية بحر الصين الجنوبي، داعيا في الوقت نفسه الدول المعنية إلى إجراء مفاوضات ثنائية مع الصين لحل القضية. قال راناريدا إن حزبه قد أصدر بيانا حول قضية بحر الصين الجنوبي، أعرب فيه عن دعمه لموقف الصين الصحيح في قضية البحر المعني. على الرغم من أن محكمة تحكيم قبلت طلب تحكيم المقدم من قبل الفلبين من جانب واحد، إلا أن ذلك لا يعني انتصار الفلبين. وقد أشار حزب فونزمبيك بالإجراءات التي اتخذتها الصين على أساس مبدأ الحفاظ على السلام. نحن نقف جنبا إلى جنب مع الصين ونقدر موقفها المتمثل في حل القضية سلميا. أضاف راناريدا أن الصين ودول الآسيان وقعت في عام 2002 إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، حيث تم فيه التعهد بحل النزاع سلميا عبر المشاورات والمفاوضات الودية بين الأطراف المعنية. لهذا السبب فإنه لا يوافق على تقديم الفلبين أحدي الجانب طلب التحكيم. اتخذت الفلبين إجراءات من جانب واحد، ونحن لا نعيد مثل هذه السلوك ونعيد موقف الصين. وتعليقا على تدخل بعض الدول من خارج المنطقة في قضية بحر الصين الجنوبية وإرسال طائرات وسفن حربية للبحر المعني بشكل مستمر، قال راناريدا أن مثل هذه التصرفات لن تساعد في حل القضية. حتى الفلبينيين أنفسهم قالوا إن الدول التي تقع خارج المنطقة ولا تربطها أي علاقة بالنزاع لا ينبغي أن تتدخل في قضية بحر الصين الجنوبي، فالتدخل الخارجي لن يمكن من حل القضية بشكل سلس، بل سيزيد في تعقيد الوضع في المنطقة.